السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمنوا مين الفنان ده؟ خطب بنت فنان كبير وانفصلوا، وبعد كده اتجوز واحدة أكبر منه من المجال الفني برضه. لايكوا ومتابعة عشان يوصلكوا كل جديد. اتولد في القاهرة ودرس في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق إنجليزي، وبدأ مشواره الفني من خلال الإعلانات سنة 2002، وبعدها اشتغل مذيع في قناة روتانا سينما سنة 2005، وبعد كده كمل مشوار التمثيل. اختاروا المنتج محمد فوزي عشان يقوم بدور مهم في مسلسل الدالي مع النجم نور الشريف، وخطب بنت نور الشريف وتوال في الحقيقة، وله العديد من الأدوار في السينما وفي التلفزيون. هو الفنان عمرو يوسف، اسمه الأصلي هو عمرو نبيل رشاد يوسف، اتولد سنة 1980. حقق نجاح كبير في مسلسل جراند أوتيل في رمضان 2016، حقق نجاح كبير وفاز بجائزة أفضل ممثل عربي في حفل توزيع جوائز موركس دور في لبنان، وكان أول مسلسل مصري تعرضه منصة المشاهدة حسب طلب نتفليكس. اتجوز الفنانة كندا علوش سنة 2016 اللي أكبر منه بالعديد من السنين، لكن بعد كده هي طلعت ونفت إن فرق السن بينهم كبير، وقالت كمان عمرو أكبر مني مش أنا اللي أكبر منه. كده نكون وصلنا لنهاية الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.